المناخ اليوم لعب 50% من هذه المباراة. شفنا، أنا تابعت المباراة، شفنا منتخب مصري مرهق مقارنة بمنتخب موزمبيق في الدقائق الأخيرة، قاعد يلعب في داخل منطقة 18 للمباراة. خليني أقول لك على حاجة، رطوبة عالية. نعلق على المباراة بتاعة مصر النهاردة. يعني بتأكيد مصر بقى، سواء الكوتش يصرح بقى انه نذهب للحصول على الكاس الثامن او لم يصرح، بكل الاحوال طبيعه الحال تاريخ المنتخب المصري يفرض عليه الضغط والمسؤوليه بدون حتى لو قال داخل انا لا ارقى، طبيعه الحال خلاص. لكن المباراه بدات بانطلاقه قويه للمنتخب المصري، احراز هدف في الدقيقه الثانيه او بعد دقيقتين من بدايه المباراه. يعني بتلعب مع فريق في المتناول بشكل جيد، ولكن للاسف بدلا من ان يكون هذا الهدف يعني يكسب المنتخب المصري ثقه اكثر ويجعله دافع اكبر في احراز الهدف الثاني. انا دائما بحب الفريق اللي حقق الهدف الاولاني ينساه، هو عباره بس عن ايه، ضمانه كده من الخطوره والكلام ده كله، يكون اكثر هجوما، اكسبه ثقه زياده عن اللزوم. الامر اللي دفعه خلى نقص، كان في البدايه الاستحواذ بتاعه تقريبا 74%، تناقص مع نهايه المباراه حتى وصل تقريبا 50%. المنتخب الموزمبيقي استغل الفرصه، وبصراحه يعني يحيى في هذه المباراه. احنا مهما نقول الكلام ده كله، لا، لعب استغل الفرصه النهارده، ولعب استغل ضعف الدفاع. كان في المنتخب المصري النهارده كان دفاع بصراحه سيء، روح الفريق لم تكن متواجده. اعتقدنا انه الانطلاقه في الشوط الثاني هتكون نفس الانطلاقه في الشوط الاول، هذا لم يحدث. يعني بداوا الشوط الثاني من حيث انتهوا من الشوط الاولاني. اعتقدنا ان فيرو روي فيتوريا هيبدا يعمل تبديلاته حتى مع بدايه هدف التعادل. التبديلات يعني رغم انها مهمه، مرموش وعمر كمال لكن جت متاخره جدا في وقت، يعني لولا الهدف ركله الجزاء مع محمد صلاح انقذت الموقف. لكن على ارض الواقع كنت تستطيع انه موزمبيق كانت تخرج فائزه من في هذه المباراه، المنتخب وكانت ستستحق هذا الفوز.